بدأ بيها كابتن فتحي هي مواجهات كثيرة جدا وكبيرة جدا، ولكن الأهلي لعب 6 مباريات، فاز في 3، تعادل في 3، لم يهزم، له 8 عليه له 8 أهداف عليه 4 أهداف. نادي الزمالك لعب 6 مباريات بالطبع، فاز لم يفز في ولا مباراة، تعادل في 3 مباريات، هزم في 3 مباريات، له 4 أهداف وعليه 8 أهداف. استأذنك كابتن سليم، في دي ممكن حد يقول لك لا ده الزمالك كسب السوبر، هي مباراة التعادل اللي حصل وحصل فيها اتحسب التعادل، اتحصل فيه ضربات ترجيح وفاز فيها الزمالك. يعني 6 سوبر الأهلي فاز في 5 والزمالك فاز بواحدة، في واحدة فقط. والواحدة بضربات الترجيح، لكن قانونيا بتحسب تعادل، عشان كده احنا قلنا 3 تعادل و 3 فوز. اللي بعدها كان كده اللي كان السطر اللي بعد كده، كابتن التقى الأهلي والزمالك في كأس السوبر 6 مرات. 2003 فاز النادي الأهلي بطل كأس مصر على الزمالك بطل الدوري الممتاز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0-0. في 2008 فاز النادي الأهلي بطل الدوري على نادي الزمالك بطل الكأس 2-0. 2014 الأهلي بطل الدوري بيفوز على الزمالك بطل الكأس بركلات الترجيح. 2015 الأهلي وصيف الدوري الممتاز وكأس مصر بيفوز على الزمالك صاحب اللقبين بنتيجة 3-2. و2016 الزمالك بطل الكأس بيفوز على الأهلي بطل الدوري بركلات الترجيح. 2018 الأهلي بطل الدوري الممتاز بيفوز على الزمالك بنتيجة 3-2. بطولات بقى الأهلي والزمالك في كل البطولات، يعني بشكل عام بطولات الأهلي والزمالك في الدوري العام المصري 41 فوز للنادي الأهلي و12 فوز لنادي الزمالك. كأس مصر 36 أو عدد البطولات اللي خدها النادي الأهلي، 41 في الدوري العام المصري و12 في نادي الزمالك. كأس مصر 36 للنادي الأهلي، 27 لنادي الزمالك. كأس السوبر 11 للنادي الأهلي و3 لنادي الزمالك. دوري أبطال إفريقيا 8 لنادي الأهلي و5 لنادي الزمالك. أيضا الحمد لله شكرا، كأس الكؤوس الإفريقية 4 النادي الأهلي و1 لنادي الزمالك. كأس الكونفدرالية 1 للنادي الأهلي و1 لنادي الزمالك. السوبر الإفريقي 6 للنادي الأهلي و4 لنادي الزمالك. الأفرو أسيوية 1 للنادي الأهلي و2 لنادي الزمالك. دي بعض الأرقام الخاصة بالبطولات بشكل عام. خليني أقول لحضراتكم موقف الفريقين في بطولة الدوري هذا الموسم. زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي بيتصدر جدول الدوري العام المصري من 15 مباراة، فاز 15 مباراة، له 43 هدف كأفضل خط هجوم وعليه 3 أهداف كأفضل خط دفاع. عنده من النقاط 45 نقطة. أما نادي الزمالك لعب 15 مباراة، فاز في 9، تعادل في 4، خسر في مباراتين، له 22 هدف عليه 11 هدف، يملك من النقاط 31 نقطة. طيب مواجهات الأهلي والزمالك في جميع البطولات، في جميع البطولات. في الدوري العام المصري لعبنا مع نادي الزمالك 118 مباراة، النادي الأهلي فاز في 44، نادي الزمالك فاز في 26، 48 حالة تعادل، 144 هدف للنادي الأهلي و100 هدف لنادي الزمالك. أما في كأس مصر 31 مباراة، فاز النادي الأهلي في 16، نادي الزمالك فاز في 10، التعادل في 5 مباريات، 57 هدف للنادي الأهلي، 46 هدف لنادي الزمالك. في كأس السوبر 6 مواجهات ما بين الأهلي والزمالك، 3 فوز للنادي الأهلي، التعادل في 3 و 8 أهداف للنادي الأهلي و 4 أهداف لنادي الزمالك. في البطولات الإفريقية 9 مواجهات، 5 فوز للنادي الأهلي، فوز وحيد لنادي الزمالك، 3 تعادلات، 15 هدف للنادي الأهلي و9 أهداف لنادي الزمالك. دي حاجات سريعة جدا عن